مشاهدينا وصلنا معاكم لفقرتنا الطربية واللي نسعد فيها باستضافة أحد مؤسسي الفرق الموسيقية المكونة من عدة فنانين جمعهم حب العزف والغناء. خلينا نرحب بهارموني بقيادة علي آل يوسف. أهلا وسهلا بك يا علي، وأيضا معانا أحمد وحسين. يا هلا مرحبا فيك. لكم. يا هلا فيك، منوريننا، وخصوصا شكرا لكم انكم جيتوا مخصوص من الشرقيه عشان نشارك معكم قصتكم وهذه التجربه الجميله. علي، كونك مؤسس هارموني، كلمنا عن البدايات وكيف اسست هذه الفرقه وليه سميتها هارموني؟ هارموني يعني تناغم. نعم. فالموسيقى هي الموسيقى هي تناغم جمل موسيقيه. مظبوط مظبوط. من متى بداتوا هذه الفرقه؟ كيف اسستها؟ احنا قبل ما نبدا الفرقه اساسا احنا اصحاب. فاساس ترابطنا هو الصداقه قبل العمل. فهذا الشيء ساعدنا. بس بتعزف من زمان يعني؟ احنا كعازفين اكيد زمان، ولكن في 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 مجال يعني الشهره والعزف امام الناس والبزنس هذا تقريبا سنتين ونص. حلو. وش الالات الموسيقيه اللي تعتمدونها؟ اساسا احنا نعتمد على اله العود، الآلات النغمية، آلة العود وآلة الناي والكيبورد. وفي عندنا الآلات الإيقاعية، المرد والطبلة، وعندنا البنجز والأساس. حلو. وآلة الرق برضو موجودة. أنا ما أبغى أسألكم شيء، أنا أبغى أسمع. أكيد. يلا. صوتك يناديني تذكر صوتك يناديني تذكر الحلم الصغير وجدار من طين وحصير قمره ورا الليل الضرير عند الغدير وان هبت النسمة تكسر تذكر كنا افترقنا البارحة والبارحة.
الشوق الخفي نسيت انا نسيت انا وجرحك وفي تذكر الحلم الصغير وجدار من طين وحصير قمره ورا الليل الضرير عند الغدير وانهبت النسمه تكسر. والعافيه من جد هارموني ويحق لكم تسموا الفرقة بهذا الاسم. شكرا. طيب شاركتوا في مشاركات فعاليات محلية أو في الشرقية أو في الرياض؟ احنا طبعا فائزين بالمركز الأول في برنامج ام بي سي أكاديمي لعام 2023. ما شاء الله. شاركنا موسم الرياض في موسم الدرعية لنا مشاركات كثيرة يعني. حلو. وهذه أبرزها طبعا. علي أكثر شخص تحبون تسمعون له وتغنون له بنفس الوقت؟ يعني فنان معين ما في، حنا اللون اللون الخليجي وهو الطابع الغالب علينا، ولكن حنا نغني اغاني خليجيه وفي الغالب ومصريه. حلو. ما في اسئله. انا مضطربه، بس حبيت فكره ان انتم متنوعين في الالوان، لان سبحان الله السوق الفني يحكمه الاحساس وليس اللهجه. صحيح. فما ابغى اسال، ابغى اسمع. اكيد. ولو أكيد. ما ادري اذا انتم مجهزين شيء مثلا مصري. ممكن نقول شيء. Yeah. ممكن نقول شيء. يعطيكم العافية. يعني ما أدري كذا تذكرت أجواء مصر والحسين والجلسات هذه الجميلة البسيطة الحلوة. طيب كيف بتطوروا في مهاراتكم؟ كيف بتدربوا نفسكم؟ كيف بتحسنوا من أدائكم؟ تاخذوا دورات؟ في أحد بيعلمكم؟ لا، هو تعليم ذاتي في الأساس. ولكن احنا مطلعين دائما على أي معلومة موسيقية أو أي شيء جاهل عنه نحاول نبحث عنه. تحاولوا تبتكروا بالأغنية؟ يعني مثلا ما تاخذوها زي ما هي، تسووا إضافات عليها؟ بعض الأحيان. ولكن في غالب الأحيان نحاول ناخذ نفس طابع الأغنية ونضيف عليها حس الفريق. بالضبط. يكون لها بالزبط. يعني طابع الفريق. طبعا احنا مؤسسة تناغم الألحان، مؤسستنا اللي هي هارموني، لنا مقر
تمارين تدريبات ممتاز وبروفات بشكل دوري يعني. بما أن فرقتكم ما شاء الله مكونة من عدة مواهب، خططكم المستقبلية إيش هي؟ إن شاء الله في أعمال جالسين نحضر إحنا لأعمال قادمة مع جهة يعني كبيرة إن شاء الله، مو حابين نقول اسمها، بس إنه إن شاء الله في عمل قادم كبير مع جهة معروفة في الوطن العربي. ممتاز ممتاز حلو. عازف عود، جيتار أو بيانو أو طبلة، هل عندكم مثلا أحد يبدأ يصنع لكم أغنيتكم الخاصة؟ في كلمات تكتب، في ملحنين معاكم في ضمن هارموني، ولا دوركم فقط هو العزف الجميل اللي احنا قاعدين نسمعه والغناء للاغاني التراثيه؟ فعلا احنا بنغني فقط الاغاني المتداوله يعني. ما عندك خطه مستقبليه ان في يوم من الايام نسمع اغاني خاصه بفرقه هارموني؟ ممكن ممكن، ولكن الى الان المشوار في البدايه بالنسبه لنا احنا، فاكيد في المستقبل راح يكون لنا عمل خاص فينا باذن الله. علي عادي اقول لك شيء؟ أكيد. أحد قال لك قبل أنك تشبه عبد الحليم حافظ شكلاً؟ عبد الحليم. أحد قال لك قبل؟ لا والله. ما أدري ليه كذا أعطيتني بوهة عبد الحليم. والله. ما أدري هو الطابع الطربي اللي موجود الآن ولا شكلك فعلاً. يعني أنا كمان في موضوع مهم إنه ضروري تستغلوا الساحة، لأنه إحنا ما عندنا فرقة سعودية كاملة زي كذا تعزف وتغني في نفس الوقت يعني. إنه فعلاً. وإحنا نحتاج فرقة زي كذا يعني، شباب ما شاء الله. وسعوديين ومهتمين ومتنوعين في هذا المجال يعني. نعم، الفرق في السعودية هي قليلة جدا. صحيح فعلا. طيب نبغى نسمع شيء جديد، شيء ثاني من اختياركم، ايش راح تسمعونا؟ نسمعكم شيء، نسمعكم شيء لطلال مداح. الله، ايوه كده سمعنا. طيب. يلا فاجئني. كانت غضب
كثر الكلام يا عذبة التجريح شفتك لا عرس الريح والشال الذهب تحجب سنة الشمس الذهب كانت عيونك حزن كانت غضب كثر الكلام ليلة تمر عطرك السافر فضح ورد البساجين كثر الكلام صحيح جرحت الظلام بالخد وبنور الجبين صحيح جرحت الظلام بالخد وبنور الجبين ليلة تمر الله الله عليكم يعني أجواء بحر وصيف وأغاني على الشاطئ وكذا يعني إيش ناويين يكون اسمكم في المستقبل إذا إن شاء الله استمريتوا كفرقة هارموني السعودية إيش طموحك إيش تبغوا تسووا بغض النظر عن البروجكت اللي أنتم شغالين فيه السري اللي ما تبغى تقول لنا إيش هو ولكن أنا أتكلم على مستوى كفرقة إن شاء الله إن إحنا نقدر نوصل إلى مستوى الفنانين الموجودين في السعودية حاليا ويعني ونوصل إلى الوطن العربي هل ممكن تضموا أصوات نسائية أو عازفات معاكم في الفرقة؟ هل هذا الاحتمال وارد؟ والله إلى الآن ما في خطة زي هذه ليه؟ لأنه إحنا عندنا فنانين يعني عندنا هوية معينة وبدينا فيها من البداية طبعا أنا في الفرقة مش مغني أول أنا عازف أساسي في الفريق ولكني مغني ثاني فمين المغني الأول ده؟ المغني اسمه إبراهيم فين وليه ما جاء معاكم؟ ما جاء معانا بس يعني في منكم بيغني مو بس انت صحيح يعني في صحيح منكم صحيح بيغني لنا عمل طبعا احنا قد سوينا عمل ولكن إلى الآن ما نشرناه اي لا لازم تنزله أكيد ضروري بإذن الله علي في أغنية لكم عربية باللهجة العربية بلهجة عربية؟ ايه غنيها لنا عربية فصحى يمكن؟ عربية فصحى؟ ايه هو منتشر مقطع ليكم منتشر ولاقى استحسان عند الناس مقطع باللغة باللهجة المصرية يمكن ماذا أقوله؟ ماذا أقوله؟ هذه طلال المداح ممكن هذا جميل باللغة العربية الفصحى؟ صحيح رائع جدا جميل يا ريت لو نسمعها الله يعني ما هي أغنية سهلة يرقص شاديا ويختفي
من على كفيك جميل، فن جميل وعزف جميل وأجواء جميلة. يعطيكم العافية فرقة هارموني، طلبتونا اليوم. شكرا 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 أكيد لوجودكم معنا. مشاهدينا مكملين معكم أكيد، ولكن بعد الفاصل.